بالبداية تحية لحضرتك وإلى أستاذ أحمد وإلى مشاهدي العراقية. طبعا ربما السيد الكاظمي يتميز عن باقي رؤساء الوزراء الذين كانوا حقيقة في إدارة الحكومة العراقية في أنه أخذ الجنب الاقتصادية المالية مباشرة وبحضور مباشر، وهذا مهم جدا. بمعنى عندما ذهب إلى المنافذ الحدودية أراد أن يقول القانون والقوة التنفيذية ورئيس الوزراء كلهم لإيقاف الفساد المالي والإداري من خلال هذه المنافذ، وعندما ذهب بكامله إلى كربلاء أراد أن يشير إلى أن تكلس القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على أن ينجح في بلورة مشاريع، ها هم الآن يجتمعان القطاع العام والقطاع الخاص